أمنيا، نظمت أمن ولاية الشلف مساء أمس عملية مداهمة لأبكار الجريمة والأماكن التي يرتدونها بعض المشتبه فيها لتعاطي الممنوعات، وهذا بالقيام بتأمين المواطنين بالقيام بدوريات عبر إقليم اختصاصها تتضمن عمليات مراقبة للأشخاص وكذا المركبات. التغطية للزميلة حسين السعيدي. مصالح أمن ولاية شلف تبرمج عمليات مداهمة، وذلك وفق مخطط وخطة أمنية تتضمن جملة من الإجراءات والتدابير، تتمثل بالأساس في عمليات مداهمة لأوكار الجريمة وبعض الأماكن التي يرتادها بعض المشتبه فيهم لتخطيط ارتكاب جرائمهم، وكذا استعمالها أو لتعاطي الممنوعات على غرار المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية. كما تقوم مصالحنا في تأمين المواطنين بالقيام بدوريات عبر إقليم اختصاصها تتضمن عمليات مراقبة للمشتبه فيهم الذين يستغلون التنقلات عبر مركباتهم ودراجاتهم في نقل الممنوعات أو في ارتكاب بعض الجرائم والإخلال بالسكنة العامة. ومصالحنا تبقى ساهرة ومجندة في توفير الأمن وحماية المواطنين وتوفير السكنة والهدوء لساكنة الولاية عبر إقليم الاختصاص.